المعلومة اللي كنا هنقولها قبل الفصل. المعلومة اللي عندي إن في شكوى جماعية أو من معظم لعيبة الفريق من مدرب أحمال الفريق. شكوى جماعية، مش شكوى شكوى مش يعني. شكوى، هما مستائين من طريقة التدريب بتاعة الأحمال بتاعتهم، وحاسين إن المدرب ما بيديهمش اللي هما محتاجينه في التدريب في الفريق، وإن معظمهم بيضطر إن هو يزود بره التدريب بتاع يعني مش الفريق، يعني انا كنت فاكر ان هما بيزود الشكوى. عليهم الحمل. لا بالعكس، بالعكس ده هما بيضطروا ان هما يروحوا جيم خاص بره علشان يزودوا، وان هم متأكدة إرهام من الخبر ده؟ وان متاكده جدا كمان، وان في كمان عندهم شكوى او ملاحظه ان ما فيش تواصل ما بينه قوي وما بين العلاج الطبيعي والجهاز الطبي في الفريق يعني. ده موضوع، ده خدي بالك لا قبل ده ما ده اكيد 1000000%، ما فيش فيه شك خالص ما يعني. فيهوش شك لا لا خالص. لا خالص.